عندما يندلع العنف يريد الناس إيقافه. اتفاقات وقف إطلاق النار تتيح فرصة للحوار. يستطيع القادة المحليون أو الدوليون تسهيل محادثات وقف القتال. يمكن أيضاً إشراك قادة المجتمع المحلي مثل القيادات النسائية أو الدينية في المحادثات. يوجد عدة أنواع من وقف إطلاق النار، وتستخدم المصطلحات بالتبادل. الهدنة قد تكون أول خطوات وقف القتال، وهي اتفاق مؤقت وغير رسمي، وعادة يتم تنظيمه على المستوى المحلي. وقف العدائيات هو تصريح بتعليق القتال، ويمكن استخدامه لبدء اتفاق رسمي لإنهاء الصراع العنيف، وهو عادة اتفاق مكتوب ولكنه مبدئي وغير ملزم. الاتفاق الرسمي لوقف إطلاق النار هو اتفاق ملزم تم التفاوض عليه لوقف القتال، ويساعد على بداية سلام دائم. قد يحتوي على مسؤوليات الأطراف المسلحة وآليات ضمان تنفيذ بنود الاتفاق وإجراءات التعامل مع الانتهاكات. اتفاقات وقف إطلاق النار قد تحدث على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي. في بعض الأحيان يقوم طرف واحد من الأطراف المتصارعة بإعلان وقف إطلاق النار. ما أهمية المنظور الجندري في اتفاقات وقف إطلاق النار؟ يتأثر الرجال والنساء والفتيان والفتيات بالقتال بشكل مختلف، ويجب أن تأخذ اتفاقات وقف إطلاق النار تلك الاختلافات في الاعتبار. في وقت الحرب يتعرض الرجال والفتيان غير المقاتلين لخطر الاعتقال أو الاحتجاز أو التجنيد القسري أو الإعدام. غالبية المدنيين الذين يضطرون إلى الفرار هم من النساء والأطفال. يجب أن يكون الممر الإنساني متاحاً وأن تكون المساعدات الغذائية والطبية مناسبة للجميع. يجب أن يكون هناك ممر آمن لجميع المدنيين. حتى إذا تم إسكات الأسلحة، يمكن للأطراف المتحاربة مواصلة مضايقة المدنيين باستخدام العنف الجنسي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حلقات من الثأر وإعادة إشعال الحرب. في عام 2008 ولأول مرة أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 1820 بأن العنف الجنسي يعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ولكن هذا النوع من العنف لا يزال مستمراً. يجب أن تتضمن اتفاقيات وقف إطلاق النار حظر العنف الجنسي، بحيث لا تستمر أعمال العنف الجنسي عندما تتوقف البنادق. يمكن للنساء بنات السلام أيضاً تمكين مفاوضات وقف إطلاق النار وإمدادها بالخبرات والمعلومات بناءً على معرفتهن بالمجتمع أو سهولة وصولهن وإمكانية التحدث مع الجهات المتصارعة. في اليمن قادت امرأة شابة مجموعة من المتطوعين المحليين لتسهيل وقف إطلاق النار بين قادة المجتمع لإنهاء نزاعهم حول الحصول على المياه. يمكن أن تساعد النساء أيضاً في ضمان التزام الجميع باتفاقية وقف إطلاق النار حتى ينتهي العنف ويستمر السلام. في الفلبين تم تشكيل مجموعة مراقبة مدنية متطوعة للتعامل مع النساء وتوعية الرجال بالآثار المختلفة للحرب على الرجال والنساء والفتيان والفتيات. انضمت المجموعة لاحقاً إلى فريق الرصد الدولي. 8 خطوات لضمان أن اتفاق وقف إطلاق النار يراعي الجندر. يجب على فرق الوساطة أن تعمل على إشراك النساء بنات السلام في الحوار وعمليات بناء الثقة، إشراك خبراء جندر وشمولية لدعم المحادثات، إثارة موضوع البعد الجندري قبل المحادثات، تخصيص التمويل لصانعي السلام من النساء لتمكينهن من المشاركة في مختلف مراحل العملية. يجب أن تتضمن الاتفاقية المكتوبة ضمان تعريف شمولي لوقف إطلاق النار يعكس أنواع العنف المختلفة التي تؤثر على الرجال والنساء. يجب حظر العنف الجنسي. تضمين جدول زمني لوقف القتال. التأكد من أن الممر الإنساني يعكس جميع الاحتياجات المختلفة للمدنيين من النساء والرجال والفتيان والفتيات.
يجب أن يشترط الاتفاق أن تشكل فرق الرصد والتحقق توازناً بين النساء والرجال ذوي الخبرة في الأمور ذات العلاقة مثل تخزين الأسلحة، والتحقيق في وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي. اتفاقات وقف إطلاق النار الشمولية هي أساس سلام مستدام قابل للتحقيق للجميع.